يوجد لدى بعضنا الكثير من العادات السيئة والخاطئة. التنمر يعتبر أحد هذه العادات والتي بتنا نلاحظها بشكل شبه يومي مع الأسف الشديد. إلى ذلك أطلق مجلس شؤون الأسرة التوعوية حملة مالك حق، والتي تستهدف حماية الطفل من التنمر ونشر الوعي المجتمعي حول التنمر لدى الأطفال. قبل الحديث في ونقاش هذا الموضوع، دعونا نتابع هذه المادة ثم نعود. التنمر مشكلة خطيرة تهدد أطفالنا، تترك آثار سلبية عدة عليهم، تبقى في ذاكرة كل طفل وتؤثر في صحته النفسية على المدى البعيد. وعالمياً 50% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عام أفادوا بتعرضهم للعنف من نظرائهم داخل المدرسة. فما هو التنمر؟ هو اعتداء متكرر على شخص آخر عمداً، جسدياً أو نفسياً، بهدف إظهار القوة على حساب شخص آخر. للتنمر عدة أنواع: التنمر اللفظي، والتنمر الجسدي، والتنمر الاجتماعي، وإتلاف الممتلكات، والتنمر العاطفي أو النفسي، والتنمر الإلكتروني الخطير جدا. ومن أبرز الأسباب التي تؤدي للتنمر التعرض لمشاهد العنف، ثم تدني احترام الذات وتعويض هذا الشعور من خلال سلوك التنمر، جذب انتباه الآخرين كذلك، وأخيرا التفكك الأسري لمن تعرضوا للإساءة والعنف. ويمكن إيقاف التنمر من خلال تعاملنا الواعي مع أطفالنا، باستماعنا لهم وتشجيعنا لهم على الحديث عن أي مضايقة، وأن نظهر تجاوب مع ما يشعرون به، وأن لا نلومهم حتى لو كان تصرفهم غير صحيح. ذلك سيمنحنا المعلومات التي ستضمن حمايتهم. تأثير التنمر ليس لحظيا، بل هو متراكم وطويل المدى، وذلك قد يؤدي إلى عواقب جسيمة. ولذلك نقول لمن يمارس هذا السلوك: مالك حق.